أول فترة كنت بالبيت عم بشتغل، فشوي شوي البرودوي غلي، فلصراحة قلت إنه خليني أروح على صالون أشتغل وأحسن. لما طلعت بلشت إنه بأجارات الطريق، أول فترة كنت أدفع 5 10، بعدين صار يعني صار يغلى صار يغلى، آخر شي وصلت لمطرح معين 8000. ما نفوت نتحمم أكل شي، ما في مي، ما في كهرباء، ما في شي. آخر فترة غير الأجارات الاشتراكات يعني وصل لحد 3 4 مليون، آخر فترة وصل 5 مليون، وكنا كمان بنطلع مي وغيره وغيره وغيره، فاضطرينا إنه نحط طاقة شمسية، وآخر شي عم نقسط بعدنا. مثلا أنا كنت كل فترة أظهر أشتري تياب، أعمل اللي بدي إياه، كنت حاطة ببالي إنه سافر أعمل أو أشتري سيارة. ما في شي، ما فينا، مش قادرين نعمل شي. يعني إذا ما نشيل، ما فينا يعني نشيل كمية كبيرة، ممكن شي بسيط بس نحرم حالنا نحنا من شي نرجع. أكيد في كتير أشياء يعني شلناها من البيت، مثلا القلوبات مش بكل الأكلات، أو فينا نحط النص دجاج لحمة خففنا كتير، مثلا كنا بالجمعة ناكل 3 4 مرات، صرنا ناكل مثلا مرة أو مرتين، كنا ناكل كتير يعني كل فترة كنا نعمل مشاوي نعزم، هلا ما عاد في منها، هي خفت كتير يعني سنوات لحتى نعزم ونعمل.